تعالوا شوفوا ماذا فعلت ياسمين عبد العزيز بعد تصريحات أحمد العوضي عنها. رد صادم من ياسمين عبد العزيز بعد التصريحات اللي قالها أحمد العوضي في أحد البرامج بعد ما سألته المذيعة عن حب حياته. قال العوضي: ياسمين عبد العزيز بالنسبة ليا كانت الحب الوحيد والحقيقي في حياتي كلها. التصريحات اللي قالها العوضي استفزت ياسمين عبد العزيز، وما كان منها إلا أن فعلت رد صادم على ما قاله العوضي، ونشرت على صفحتها على السوشيال ميديا أغنية شيرين عبد الوهاب كدابين. الكل ربط بين كلام العوضي ورد فعل ياسمين بأن ما قاله العوضي كذب في كذب، وما فعلته كان رد فعل منها على كلامه اللي وصفته بالكذاب. ياسمين نشرت أغنية المطربة شيرين عبد الوهاب كدابين من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وجاء خلال المقطع اللي قامت بنشره الكلمات التالية للأغنية: كل ما انسى لك كلامك برجع افتكره، في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا، حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة. أحمد العوضي علق على حب المراهقين قائلا: حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعا، مؤكدا عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده على طول مش دلوقتي بس. وأضاف العوضي: الراجل ما يقدرش يعيش من غير ست، هي نصه التاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حواء. كان الفنانان العوضي وياسمين قد ألغوا متابعتهما لبعض عبر حسابهما على تطبيق إنستجرام في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما. ياسمين عبد العزيز أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها في شهر يناير الماضي من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.